في جولة خاصة للصحفيين، كشف الجيش الإسرائيلي عن الأسلحة والمعدات التابعة لحزب الله والتي عثر عليها في الأنفاق في جنوب لبنان. بعد أكثر من 3 أسابيع على الحرب مع حزب الله، بدأ الجيش الإسرائيلي يعرض المعدات والأسلحة التي عثر عليها على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذه الأسلحة من خلفي تم العثور عليها في جنوب لبنان، المئات من الصواريخ المضادة للدبابات والمئات من صواريخ الهاون والألغام والأجهزة الدقيقة، ثلث هذه الأسلحة وصلت من إيران. مضادات للدبابات وللدروع، الكورنيت وكونكورس، ورشاشات وألغام، وحتى قنابل يدوية. وهذه صناديق من الأسلحة لم يكشف الجيش عن أنواعها، لكنه يقول إنه عثر أيضاً على وثائق تفيد بتحضير حزب الله لهجوم على إسرائيل مشابه للسابع من أكتوبر. رفع السعد، الحدث.